وبركاته. أعزائي طلاب مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بكم في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي فرع الهندسة. إن شاء الله هنستكمل دروسنا في الهندسة وخصوصا التحويلات الهندسية، وهناخد تاني تحويلة هندسية. إحنا خدنا الدرس اللي فات أول أنواع التحويلات هو كان الإنعكاس، وإن شاء الله النهاردة هناخد تاني نوع اللي هو الانتقال. طيب الانتقال ده احنا خدناه في سنة ستة، مش هيزيد كتير عن سنة ستة. اللي خدناهم في سنة ستة هم هناخدهم السنة دي، مفيش مشكلة. والانعكاس احنا كده كده برضو كنا واخدينه في سنة خمسة. اللي هيزيد علينا جديد الدرس اللي جاي ان شاء الله اللي هو الدوران. طب تعالوا نشوف يعني ايه الانتقال. قال لي الانتقال هو تحويلة هندسية، الانتقال هو تحويلة هندسية تحول الشكل الهندسي إلى شكل آخر مطابق له. يبقى الانتقال هو تحويلة هندسية تحول الشكل الهندسي إلى شكل آخر مطابق له وفي نفس اتجاه قراءة الشكل. يعني الشكل هيبقى هو بس هيتحرك بس حركة كده في نفس الاتجاه. تمام؟ طيب الانتقال في المستوى الإحداثي، هذا الانتقال يحول كل نقطة إزاحة سينية ناحية اليمين، يعني بيتحرك ناحية السينات في اليمين، ويتبعها إزاحة صادية لأعلى في الصدر. طب تعالوا كده، يعني لو أنا عندي نقطة ألف الإحداثيات بتاعتها سين وصاد، وأنا عايز أعمل لها انتقال به ودال. طب عشان نعمل انتقال قلنا الألف هتبقى ألف شرطة، احنا متفقين إن أي تحويلة ألف هتبقى ألف شرطة، به هتبقى بشرطة، وهكذا. طب دي ألف هتبقى ألف شرطة، وأعمل إيه؟ قال لي نجمع السينات مع بعض، يعني هنقول سين زائد ه، يعني نجمع المسقط السيني مع المسقط السيني، يعني سين زائد ه، ونجمع المسقط الصادي مع المسقط الصادي اللي هي صاد زائد د. طب تعال ناخد مثال هو هيوضح لنا كل حاجة. لو أنا عندي نقطة ألف 3 و 4 وأنا عايز أعمل لها انتقال بتلاتة وسالب واحد، يعني تلاتة في اتجاه السينات وسالب واحد في اتجاه الصادات. فاحنا اتفقنا ان احنا يا مستر هنجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات. طب السينات اللي هنا كام؟ 3، والسينات اللي هنا كام؟ 3، يعني هقول 3 زائد 3 واحد. الصادات اللي هنا 4 والصادات اللي هنا سالب 1، 4 زائد سالب 1 يعني 4 ناقص 1. طب 3 و 3 6 و 4 ناقص 1 3، يبقى أ شرطة هتكون 6 و 3. يبقى أنا جمعت السينات مع بعض والصادات مع بعض، أ طلعت لي بأ شرطة 6 و 3. طيب ناخد دلوقتي قاعدة بسيطة بتقول لي لو أنا عايز الصورة زي اللي لسه عاملينه دلوقتي حالا، بعمل إيه؟ بقول الأصل اللي هو مدهوني أصلا في المسألة زائد الانتقال. يبقى لو أنت عايز الصورة اللي هي صورة الانتقال بتجمع الأصل زائد الانتقال. طب لو هو اداك الصورة واداك الأصل وعايز الانتقال، يعني هو اداك الصورة واداك الأصل وعايزك تشوف انتقل بقد إيه، يبقى الانتقال بيساوي الصورة ناقص الأصل، الصورة ناقص الأصل. طب لو أنا عايز الأصل يبقى الصورة ناقص الانتقال وهكذا. يبقى دول لازم تحفظه علشان أعوض بيهم وأجيب المسألة الحل بتاع المسألة بتاعتي. طيب عندي ملاحظة بتقول لي إيه؟ يتحدد الانتقال بمسافة الانتقال أو مقدار الانتقال واتجاه الانتقال. يبقى يتحدد الانتقال بالمسافة، مسافة الانتقال أو مقداره واتجاهه، يعني هو اتحرك قد إيه واتحرك ناحية إيه. عشان أحدد الانتقال محتاج مقدار الانتقال واتجاه الانتقال. طيب إيه خواص الانتقال؟ قال لي خواص الانتقال يحافظ على أطوال القطعة المستقيمة. على فكرة خواص الانتقال هي خواص الانعكاس. لو تفتكروا مع بعض كده الانعكاس كان بيعمل إيه؟ كان بيحافظ على أطوال القطعة المستقيمة، والانتقال نفس الكلام. يحافظ على التوازي، والانتقال نفس الكلام. يحافظ على قياسات الزوايا، وبرضه الانتقال يحافظ على قياسات الزوايا. الانتقال يحافظ على البينية، يعني المسافات البينية، وبرضه الانتقال يحافظ على المسافات البينية، إلا خاصية واحدة بس هي اللي اتغيرت. الانتقال يحافظ على اتجاه الدوراني لترتيب الرؤوس الشكل الهندسي. لا، الانعكاس كان لا يحافظ على اتجاه الدوراني لترتيب رؤوس الشكل. يبقى ده يحافظ، لكن الانعكاس ما كانش بيحافظ على ترتيب الرؤوس او الترتيب الدوراني لرؤوس الشكل الهندسي. تعال ناخد مثال. بيقول لي اذا كانت النقطة الف صورة النقطة ب سالب 1 3 بالانعكاس في محور ص، فاوجد صورة النقطة الف بالانتقال سالب 1 3. طب دلوقتي انا ما عنديش الف، هو قال لي الف دي صورة ب بالانعكاس في ص،
يبقى انا كده رابط لك درس الانعكاس بدرس الانتقال. افرض انا بديك نقطة ب سالب 1 و3 وانا عايز صورتها بالانعكاس في ص اللي هي الف. احنا قلنا الانعكاس في ص بنعمل ايه؟ برافو، بثبت ص واغير س، يعني هتبقى 1 و3. يبقى سالب 1 و3 لما اجي اعمل لها انعكاس في محور الصادات هثبت ص واغير س، فبدل ما تبقى س سالب 1 هتبقى 1 وال3 هتنزل زي ما هي. كده انا قدرت اجيب النقطه ايه؟ الف. فاجي بعد كده اجيب لها صورتها بالانتقال سالب 1 و2، يعني انا عايز صوره النقطه الف 1 و3 بالانتقال سالب 1 و2. طب هعمل ايه عشان اجيب بالانتقال؟ قلنا نجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات. تعالوا نجمع 1 وسالب 1 يدينا 0 و3 زائد 2 يدينا 5. يبقى انا بجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات. طيب يبقى الف شرطه هتكون 0 و 5. طب ناخد مثال تاني. قال لي الانتقال الذي يحول النقطة 3 و 4 إلى 5 و 6. أوجد صورة 2 و 1 بالانتقال ده. يعني هنا خلينا ناخد المسألة جزء جزء. بيقول لي الانتقال الذي يحول النقطة 3 و 4 إلى 5 و 6. عايزين الانتقال ده. القاعدة بتقول إيه يا مستر؟ أنت لو عايز الانتقال هنقول الصورة ناقص الأصل. يبقى لو أنا عايز الانتقال هقول إيه؟ الصورة ناقص الأصل. طيب الصورة أصلا كام؟ الصورة دايما اللي بتيجي بعد السهم بتكون أكبر. الصورة 5 و6، يبقى أقول 5 و6 ناقص 3 و4. فهطرح 5 ناقص 3 2 اللي هي السينات من السينات، و6 ناقص 4 2، يعني الانتقال كام وكام؟ 2 و2. طب دلوقتي أنا عايز صورة النقطة 2 و1 بالانتقال 2 و2، عايز صورة النقطة 2 و1 دي بالانتقال 2 و2. يبقى أنا هعمل إيه؟ هجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات، يبقى أقول 2 زائد 2 يدينا 4، و1 زائد 2 يدينا 3، يبقى صورتها هتكون 4 و3. طيب ناخد مثال تاني من الامثله بقى اللي بتيجي في الامتحان. بيقول لي ايه؟ ارسم في المستوى الاحداثي المثلث ا ب ج. يعني هو عايزك ترسم الاول قبل ما تعمل اي حاجه. هترسم على الشبكه التربيعيه المثلث ا ب ج الذي فيه ا 4 و1 وب 2 و0 وج 3 وسالب 3، ثم اوجد صوره المثلث ا ب ج بالانتقال س وص، حيث س ناقص 4 وص زائد 4، وليكن ألف شرطة من شرطة كم شرطة. طب تعالوا واحدة واحدة، هو عايزه إيه؟ بالانتقال س ناقص 4 وص زائد 3. طالما س ناقص 4 وص زائد 3 يبقى الانتقال بتاعي أنا هلغي السين، هلغي السين دي اللي هي في السينات يبقى سالب 4، وألغي الصاد يبقى موجب 3. يبقى هو عايز الانتقال بسالب 4 و 3. طيب يبقى الانتقال هيكون سالب 4 و3. تعال نجيب نقطة رابطة، النقطة أ 4 و1. لما أجي أعمل لها بالانتقال سالب 4 و3 هجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات. طيب يبقى هجمع 4 زائد سالب 4 يدينا 0، و1 و3 يدينا 4، يبقى الأ بقت أ شرطة، وجمعت السينات 4 وسالب 1 بقت 0، و1 و3 بقت 4. طيب ب 2 و0 نفس الكلام، هجيبها بالانتقال سالب 4 و3. هجمع 2 وسالب 4 هيدينا سالب 2، و0 و3 هيدينا 3، يبقى ألف شرطة بقت سالب 2 و3. ونفس الكلام هجيب ج 3 وسالب 3 بالانتقال سالب 4 و3. هجمع 3 وسالب 4 يدينا سالب 1، و3 وسالب 3 هيدينا 0، يبقى ج شرطة بقت سالب 1 و0. واجي امثلها. تعال نشوف اصلا ألف وب وج من الاول، وبعد كده همثل ألف شرطة وب شرطة وج شرطة. طيب ألف كام وكام؟ 4 و1، يعني 4 على السينات و1 على الصادات. ب 2 و0، يعني 2 على السينات و0 على الصادات، يعني هقف عند السي. ج 3 وسالب 3، 3 على السينات وسالب 3 على الصادات، وكده انا رسمت المثلث الاصلي اللي بنسميه الاصل. طب عايزين نرسم بقى صورته اللي هي ألف شرطة ب شرطة ج شرطة. ألف شرطة عبارة عن كام وكام؟ 0 و4. ب شرطة عبارة عن سالب 2، سالب 2 على السينات و3 على الصادات. ج شرطة اللي هي سالب 1 و 0، سالب 1 على السينات و 0، هيبقى رسمته بالشكل اللي قدامكم كده. يبقى كده خلصنا المسألة وخدنا الدرجة الكاملة بتاعتنا. يبقى هنجيب أول حاجة الانتقال أو قاعدة الانتقال، بعد كده صور النقطة أ و ب و ج، نجيب أ شرطة ب شرطة و ج شرطة ونمثلهم على الشبكة التربيعية وهكذا. إذا المثلث أ شرطة ب شرطة ج شرطة صورة المثلث أ ب ج بالانتقال سالب 4 و3. طيب تعالوا ناخد مثال
بيقول لي اكمل ما ياتي، يلا نحله مع بعض. بيقول لي عايز صورة النقطة 3 و4 بالانتقال 1 وسالب 1. طب انا عايز صورة النقطة دي بالانتقال ده، احنا قلنا عشان اجيب الانتقال او اجيب الصورة بجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات. يعني لو جمعت 3 و1 يدينا 4، و4 وسالب 1 يدينا 3، يبقى النقطة دي بقت 4 و3. طب انا عايز صورة النقطة دي 5 و7 بالانتقال سالب 2 وسالب 2. نفس الكلام، هجمع 5 وسالب 2 يدينا 3، 7 وسالب 2 يدينا كام؟ 5. طب انا عايز صورة النقطة 3 و4 بانتقال 4 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات. بصوا يا شباب، هو بيقول لك بالانتقال 4 وحدات في اتجاه مين؟ الموجب لمحور السينات، يعني هو هيضيف على السينات كام؟ 4. طب احنا اتكلمنا عن الصادات خالص؟ لا. هل انتقلت من مكانها؟ لا، يبقى الصاد تنزل زي ما هي. يبقى هو انتقل 4 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني هضيف الأربعة بتاعتي دي على محور السينات، على مسقط السينات، يعني دي 3 تبقى أضيف لها 4 بقت 7، والأربعة اللي في الصادات تنزل زي ما هي. طيب صورة النقطة سالب 3 و5 بانتقال 5 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور الصادات. بصوا عليه، الصادات يعني ماليش دعوة بالسينات، يعني السينات تنزل زي ما هي. يعني النقطة سالب 3 و5 هنزل السينات زي ما هي، تبقى سالب 3 وأجمع 5 زائد 5 10 يبقى سالب 13. طب أنا عايز صورة النقطة 5 و6 بانتقال 3 وحدات في الاتجاه السالب لمحور السين الصادات. طب قال في الاتجاه السالب لمحور الصادات، يبقى ماليش دعوة بالسينات، يبقى الخمسة اللي في المسقط السين تنزل زي ما هي. طالما قال لك في الاتجاه السالب يبقى هتنقص 3 من الستة، أو تزود سالب 3، يعني هنقول 6 ناقص 3 يدينا 3، يعني النقطة بتاعتي بقت 5 و3. وبكده يبقى خلصنا درسنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.